يعني ايه؟ كلمني عنك وعن عيلتك يعني ببساطة كده، عرفني على نفسك، هتقول لي اسمك وسنك ومهنتك، هتقول لي عايش فين، وهتقول لي انت منين وبتشتغل ايه، وهتقول لي كل حاجة عن عيلتك وعن كل الناس اللي حواليك. يعني من الاخر، حلقة النهاردة ازاي تعرف نفسك للاخرين وتعرف كل حواليك للاخرين بس بالانجليزي. مساء الخير، انا حاتم سميك. تعالوا نبدأ الأول إزاي أنا أعرف نفسي. هقول أنا كل حاجة هقول فيها أنا كذا، أوكي؟ فعشان كده دايما محتاج كلمة I يعني أنا، و I am يعني أنا أكون. خلي بالك إن في فرق بين الاتنين، I يعني أنا و I am يعني أنا أكون، وفي حاجات هتستغني فيها I وفي حاجات هتستغني فيها I am، أنا وأنا أكون، أوكي؟ لو انت عايز تقول اسمك ممكن طبعا تستخدم الطريقه التقليديه اللي هي ماي نيم از كذا، وممكن تقول اي ام وتقول اسمك، اي ام احمد، اي ام محمد، اي ام علي، ايا كان اسمك هتقول اي ام وبعدين اسمك، مش هستخدم اي بس. يبقى دي الاسم من الحاجات اللي هستخدم فيها اي ام ومش اي. خد بالك في حاجات اي وحاجات اي ام، اوكي؟ طيب يبقى اي ام وهقول الاسم، دي اول حاجه. لو عايز تقول انت منين برضه هتقول اي ام فروم وبعدين البلد، برضه هتستخدم اي ام. اي ام فروم ايجيبت، اي ام فروم مراكو، اي ام فروم الجيريا، اي ام فروم اي بلد، هتستخدم اي ام وبعدين اسم البلد. يبقى تاني معلومة اهي، لما تحب تقول بلدك ايه هتقول I am from وبعدين اسم البلد ومش I. بس ممكن تكون من مصر بس مش عايش في مصر، فهنا محتاج اقول انا عايش فين. I live in، واكتب اسم البلد اللي انا عايش فيها. I live in America، I live in England، I live in Saudi Arabia، اي بلد انت عايش فيها. فبالتالي وانت بتقول I live in، انا عايش فيها، تقول I ومش I am. I يعني انا، live يعني عايش، in يعني في، وبعدين اسم البلد. يبقى بدأنا ب I am وبعدين اسمي، و I am from وبعدين اسم البلد اللي انا منها، وبعدين I live in وبعدين البلد اللي انا عايش فيها. طب لو انا عايز اقول انا بشتغل ايه، بص يا سيدي عندك طريقه من اتنين. يا اما هتستخدم اي بس وتقول اي ورك از وتقول اسم الوظيفه، اي ورك از ا تيشر، انا بشتغل كمعلم، اي ورك از ا دكتور، انا بشتغل كطبيب، اي ورك از وبعدين اسم المهنه اللي انت بتشتغلها. يا اما اي ام وتقول الشغلانه على طول، اي ام ا تيشر، اي ام ا دكتور. يبقى عندك حل من اتنين، يا اما اي ورك از وتقول اسم المهنه، يا اما اي ام وتقول اسم المهنه. ممكن نضيف حاجه ثاني بقى، ممكن نقول انا بحب كذا، يعني مثلا انا بحب النادي الاهلي مثلا، هقول اي لاف الاهلي. انا بحب الزمالك، هقول I love الزمالك. ممكن مش نادي خالص، ممكن تقول انا بحب مثلا حاجة معينة، رياضة معينة، وممكن تستخدم هواية كمان. يعني ممكن تقول my hobby is كذا، او my hobbies are كذا. my hobby يعني هوايتي، وبعدين تقول الهواية بتاعتك. my hobby is reading، بحب القراءة او هوايتي القراءة. my hobby is drawing، بحب الرسم او هوايتي الرسم، وهكذا. يبقى انت عندك اكتر من حاجة ممكن نقولها وانت بتعرف نفسك. تعال نكتبهم بسرعة كده على لوحة عندك، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بنفس الطريقه ممكن تتكلم بقى عن والدك، فتقول مثلا my father's name is كذا. يبقى انا هتكلم عن بابايا، هقول my father's، وخلي بالك استخدم ابوستروف اس ملكيه، واللي ما حضرش الحلقه بتاعت اس ملكيه هتلاقيها في الكورس اللي احنا عملناه قبل كده، وهسيب لك انا رابط الكورس كله موجود في صندوق الوصف. فانا ممكن استخدم مثلا اقول my father's name is واقول اسم والدي، بابا اسمه كذا، ابي اسمه كذا، my father's name is كذا. ممكن لو عايز اقول عمره هقول he is وبعدين هقول عمره، he is 50 years old، هو عمره 50 سنة، he is 60 years old، هو عمره 60 سنة، وهكذا. he is وبعدين العدد بتاع السنين وبعدين years old يعني عمره. لو حابب تقول بقى هو منين هتقول my father is from وتكتب البلد، my father is from وتكتب البلد. لو مش عايش في نفس البلد اللي هو منها فهتقول he lives in وتكتب البلد اللي هو عايش فيها، he lives in وتكتب البلد اللي هو عايش فيها. وظيفته بقى ممكن اقول ابي يكون طبيب، my father is a doctor، او my father works as a doctor، ابي يعمل كطبيب. عندي اختيار من الاثنين، my father is a doctor او my father works as a doctor. my father is an engineer يعني مهندس، او my father works as an engineer. my father is a teacher معلم، او my father works as a teacher يعمل كمعلم. هواياته يعني his hobbies are، وتقول are عشان احنا بنتكلم عن hobbies جمع، his hobbies
are reading and drawing. His hobbies are playing and running وهكذا. His hobbies are يعني هواياته تكون. وممكن كمان أقول he loves هو بيحب واكتب الحاجات اللي هو بيحبها. He loves كذا and كذا and كذا حاجات هو بيحبها فمعناها هو بيحب الحاجات دي ودي ودي. تعالى بقى نودي الكلام ناحية my mother. My mother's name is كذا. اسم والدتي كذا. يبقى لو حابب أعرف أمي هقول my mother's name is كذا. أنا بقول اسمها. She is وبعدين أقول عمرها. She is 50 years old. عمرها 50 سنة. She is 55 years old. عمرها 55 سنة. She works as هي تعمل ك وأقول وظيفتها. My mother works as a teacher. أمي تعمل معلمة. فبالتالي أنا لو عايز أقول اسمها my mother's name is كذا. شغلانتها my mother works as أو she is وأقول الوظيفة. ولو عايز أقول عمرها هقول she is أو my mother is وبعدين عدد السنين. البلد اللي هي منها my mother is from وأكتب اسم البلد. my mother is from Egypt. أمي من مصر لكن بتعيش في بلد تانية مثلا فأقول she lives in وأكتب اسم البلد اللي هي بتعيش فيها. ولو حابب أقول هواياتها هستخدم her hobbies هواياتها مش his زي ما عملت مع والدي لأن his للمفرد المذكر ومش my زي ما عملت معايا لأن my يعني حاجة بتاعتي. وأنا شرحت الكلام ده قبل كده في الحلقة الخاصة بضمائر الملكية لو أنت ما شفتهاش ارجع شوفها هتلاقيها في الكورس. يبقى هقول her hobbies هواياتها are وأكتب هواياتها. her hobbies are reading and drawing. her hobbies are running and practicing sports وهكذا. وبنفس القياس هنستخدم الحاجات اللي استخدمناها مع الأب هنستخدمها مع الأخ لأنها خاصة بالمذكر. هنقول my brother's name is ونقول اسمه he is يعني هو يكون وبعدين نقول كذا years old عمره نقول العمر he is 15 years old 15 سنة وبعدين نقول he lives in ونكتب البلد اللي هو عايش فيها he is from ونكتب البلد اللي هو منها وبعدين نقول وظيفته he is a student هو طالب he is a doctor he is an engineer he is an actor وهكذا نكتب الوظيفة اللي هو بيشتغلها وبعدين نقول he loves هو بيحب أو his hobbies لأنه مذكر فنستخدم معه his his hobbies are ونكتب الهوايات اللي هو بيحبها. كمان لو هنتكلم عن الأخت هنستخدم نفس الحاجات اللي استخدمناها مع الأم لأن نستخدم المؤنث فهنقول my sister's name is ونكتب اسمها she is ونكتب عمرها years old وبعدين نقول she is from ونكتب البلد she lives in ونكتب هي عايشة فين she works as أو she is ونكتب وظيفتها هي بتشتغل كذا أو هي بتعمل كذا وبعدين نقول her hobbies هواياتها أو she loves أو الحاجات اللي هي بتحبها ونكتب الحاجات اللي هي بتحبها. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. اتمنى تكون عجبتك واستفدت منها واتمنى كمان انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لان لسه عندنا مفاجآت كتيرة.
عندنا حاجات كتير جدا ممكن نقدمها. اشوفكم الحلقة الجاية، الى اللقاء.